نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة عن نشاطها وجهود متطوعيها بمحافظة الإسماعيلية. تضمنت الندوة استعراض أهم إنجازات المبادرة بالمحافظة، كما تم توزيع استمارات عضوية للمشاركة التطوعية بالمبادرة على طلاب الجامعة. قال منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية إن الندوة تهدف إلى نشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جايين النهاردة نعرف زمايلنا وإخواتنا الطلاب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وأهدافها والمعوقات اللي قابلتها. جايين نقول لهم ان حياه كريمه موجوده في 20 محافظه في 175 مركز في 4568 قريه بتكلفه 800 تتجاوز 800 مليار جنيه. جايين نقول لهم ان احنا حياه كريمه بتقدم قيمه مضافه وسط احداث عالميه متناحره ما بين عسكريه وبيئيه ومرضيه واقتصاديه بيلح عليها العالم اليوم. ورغم كده بلدنا مكمله وواقفه وصامده في الملف بتاعها، ملف حياه كريمه.